أوراق ملونة وفوانيس تزين شوارع المحروسة، طقوس وأجواء احتفالية متوارثة ترافق شهر رمضان كل عام، لكن هذه المرة صنعت بأياد قبطية قررت صاحبتها أن تعطي المثل للتعايش المسيحي الإسلامي على أرض الكنانة. من ساعة بقى لما بيجي رمضان وكده بنبتدي احنا نتجمع نتفق مع نفسنا ان احنا نخرج نتقابل، حتى مع جيراني برضو نفس الكلام، بحاول انزل لهم او هما بيحاولوا يطلعوا لي من وقت للتاني في رمضان عشان نفطر مع بعض نتسحر مع بعض. تشارك الفتاة المسيحية جاراتها هايدي ومريم وسلمى صنع زينة رمضان، تغزلها بأياد شابة تتعلم معنى العطاء لتكمل فرحة الشهر الكريم، ولا تجد حرجاً في المشاركة في طقوس وعادات أخرى تعبر وتجسد عن مشاعر الوحدة الوطنية بين الأقباط والمسلمين. من 10 سنين مهرة جت هنا عندنا في البيت، بتنزل في رمضان بنعلق مع بعض الزينة، بنشاركها برضه في أعيادها، بتيجي تسحر معانا وبتفطر معانا، بتجيب لنا مثلا عصاير، احنا بنعمل حلويات بنبعت لهم وكده. يعني الحلو في الموضوع والمختلف ان في اختلاف، واحنا بنختار ان احنا نعدي الاختلاف ده، يعني احنا حابين ده، ان احنا بنقعد مع بعض ونتجمع مع بعض، دي حاجة احنا بنحبها مش مجبرين عليها ابدا. لا تختلف هذه الزينة الرمضانية التي تنتشر في شوارع مصر عن غيرها، لكنها هنا في هذا الشارع الكائن بحي شبرا، حيث تتجاور الكنائس والمساجد، تبعث برسالة تسامح مناهضة لما يروجه دعاة التطرف ويحرضون عليه من تفرقة وتمييز بين المصريين. يسرى أمين، اليوم على الحرة، القاهرة.